على مدار السنوات الماضية، وبالتحديد قبل عام 2014، كانت الأقمحة المخصصة لإنتاج الخبز المدعم تتعرض للهدر بكميات كبيرة تتراوح من 10 إلى 15% بسبب سوء التخزين في شوان ترابية وأماكن مكشوفة معرضة للأمطار والقوارض. وهنا جاءت توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ مشروع قومي بالتوسع في إنشاء صوامع حديثة تعمل وفقاً لأحدث التكنولوجيا لتخزين الأقمحة المخصصة لإنتاج الخبز المدعم، بجانب تطوير الشوان الترابية وتحويلها إلى شوان حديثة متطورة، حيث تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة لتحقيق التنمية الزراعية المتكاملة في إطار مساعيها للحفاظ على الأمن الغذائي، خاصة من المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح. وتعمل الدولة لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال عدد من الإجراءات الهادفة إلى دعم الفلاح وتوفير العديد من الحوافز لتوريد القمح، بالإضافة إلى زراعة الأصناف عالية الإنتاجية، إلى جانب التوسع في إقامة الصوامع لزيادة القدرات التخزينية وتقليل الفاقد، بما يسهم في تأمين المخزون الاستراتيجي من القمح في ظل ما يشهده العالم من أزمات انعكست سلباً على عمليات الإمداد والتوريد. وتهدف مصر إلى رفع مستوى الاكتفاء من القمح من خلال زيادة المساحة المزروعة، إلى جانب الحد من مستويات الهدر من خلال منظومة متكاملة ومتطورة لتخزين الحبوب، من خلال التوسع في زيادة أعداد الصوامع تخزين الحبوب على مستوى محافظات الجمهورية. تعد الصوامع أحد أهم المشروعات القومية المهمة لتحقيق الأمن الغذائي، حيث وصل إجمالي عدد الصوامع في مصر حتى عام 2023 إلى 83 صومعة، حيث قامت الدولة بتطوير وإنشاء الصوامع، مما ساهم في زيادة السعة التخزينية للقمح، كذلك رفع كفاءة وتأهيل شركات المطاحن، حيث زادت حجم السعة التخزينية للقمح في الصوامع إلى 3.5 مليون طن مقابل 1.2 مليون في عام 2014، بزيادة تصل إلى 191%.